Biological Control of Nematodes، المكافحة البيولوجية للنيماتود. يمكن تقسيم تاريخ المكافحة البيولوجية للنيماتودة إلى قبل عام 1975، حيث كانت معظم الأبحاث وصفية. للفترة من 1977 وحتى الوقت الحاضر، والتي استبدلت مبيدات النيماتودة الكيميائية بالمبيدات الحيوية أو الأحياء المضادة الأنتاغونيستس. Mechanisms of Nematodes Control، آليات التحكم في النيماتودة، وتشمل أولاً Predation الافتراس، 2 Parasitism التطفل، 3 Competition المنافسة، 4 Antagonisms أو Antibiosis العداء أو التضاد. الآلية الأولى هي Predation الافتراس. نظراً لوجود الديدان الخيطية أو النيماتودة بأعداد كبيرة في التربة، فليس من المستغرب أن تستغل مجموعة متنوعة من الكائنات الحية التي تعيش في التربة، تستغل الديدان الخيطية كغذاء، أي كمصدر للكربون والنيتروجين والطاقة، وتسمى هذه الكائنات التي تبحث عن النيماتودة وتستهلكها بالمفترسات. الآلية الثانية هي الباراسيتيزم التطفل. للعديد من الكائنات الحية علاقات وتداخلات خاصة مع الديدان الخيطية، وتسمى هذه الكائنات بالطفيليات. طفيليات النيماتودة المتطفلة على النبات تشمل الفطريات والبكتيريا والكائنات الحية الشبيهة بالمايكوبلازما. الآلية الأخرى هي الكومبيتيشن المنافسة. هنالك كائنات حية أخرى لها تأثير ضار على النيماتودة بدون أن تستخدمها كمواد غذائية، أي بدون أن تستهلك النيماتودة، وذلك عن طريق الضغط عليها، أي منافستها على الغذاء والمكان والمصادر الضرورية الأخرى. منافسات النيماتودة المتطفلة على النبات تشمل النيماتودة الأخرى والبكتيريا والفطريات. الآلية الأخرى هي الأنتاغونيزمز أور أنتيبيوسيس العداء أو التضاد. قد تعادي بعض الكائنات الحية النيماتودة عن طريق إنتاج مركبات مبيدة للنيماتودة مثل الأمونيا وبعض الأحماض الدهنية، وتسمى هذه الآلية بالأنتيبيوسيس، وقد تقوم بها بعض أنواع من البكتيريا والفطريات. من هذه الآليات الأربعة اللي ذكرناها، اللي هي الافتراس والتطفل والمنافسة والتضاد، كانت معظم الجهود البحثية منصبة على التطفل، إذ يصعب التعامل مع المفترسات والتلاعب بها، بينما الأحياء المنافسة والمضادة غالباً يكون تأثيرها غير مباشر، وقياس هذا التأثير يكون أصعب من التطفل والافتراس. Conservation and augmentation of antagonists، حفظ وتعزيز الأحياء المعادية. أكبر نجاح في استخدام المكافحة البيولوجية للنيماتودة كان في الحفاظ على الأحياء المعادية الموجودة بشكل طبيعي في التربة وتعزيزها. ففي إنجلترا تم السيطرة بنجاح على نيماتودا الهيتروديرا أفني من خلال دعم الكتلة الحيوية لفطريات متخصصة في اصطياد النيماتودا والتغذي عليها. وهذه الصور تبين نيماتود الهيتروديرا أفني. Methods for enhancing natural biological control suppression of plants parasitic nematodes، طرق تعزيز المكافحة البيولوجية الطبيعية للنيماتودة المتطفلة على النبات، أي تثبيط النيماتودة المتطفلة على النبات. وتشمل هذه الطرق كايتين amendments، كولاجين amendments، and other organic amendments. كايتين amendments تحسين الكايتين، وتعني تحفيز الكائنات المحللة للكايتين التي تنتج الكايتينيز، وهذه الكائنات تقوم بتحليل قشر بيض الديدان الخيطية النيماتود. كولاجين amendments تحسين أو تعديل الكولاجين، وتعني تحفيز الكائنات المحللة للكولاجين والتي يمكن أن تحلل بشرة النيماتود الديدان الخيطية. Other organic amendments تحسينات لمواد عضوية أخرى، مثل تعزيز نسبة الكربون إلى النيتروجين الـ CN ratio، ومن ثم تحفيز
الفطريات المتطفلة على النيماتود. يعني تحسين هذه النسبة أو تعزيز هذه النسبة راح يحفز فعالية الفطريات اللي تتطفل على النيماتود. Applications of biopesticides for nematodes control. تطبيقات المبيدات الحيوية لمكافحة النيماتودة. المبيدات الحيوية هي المنتجات الطبيعية للكائنات الحية والتي ثبت أنها سامة للديدان الخيطية والآفات الأخرى. إنها مواد آمنة بيئيا لأنها تنتج بشكل طبيعي وليس صناعي. هنالك بعض الاحتمالات لإدارة الديدان الخيطية باستخدام المبيدات الحيوية. أولا، يمكن حماية جذر النبات من هجوم الفطريات والديدان الخيطية النيماتود من خلال بكتيريا معينة موجودة في منطقة الجذور، منطقة الرايزوسفير، وهذه البكتيريا يمكن أن توفر حماية لجذر النبات من الفطريات والنيماتودة، وغالبا ما تكون آلية الحماية هي إنتاج مواد أو مركبات قاتلة لهذه الآفات، أي آلية الأنتيبيوسيس. لذلك صارت محاولات لعزل هذه البكتيريا الفعالة ومن ثم استزراعها وتكثيرها وتلقيح النباتات بها، أما بصورة مباشرة أو من خلال مياه الري وتكون على فترات مناسبة معينة. 2. إنتاج المضادات الحيوية التي تنتجها بعض البكتيريا عن طريق تنمية البكتيريا الفعالة في ظروف معينة تحفزها على إنتاج هذه المواد، ومن ثم العمل على استخدامها كمبيدات حيوية. على سبيل المثال، إنتاج السموم التي تنتجها بعض الفطريات الموجودة في التربة والتي قد يكون لها القدرة على التحكم البيولوجي بالنيماتودة المتطفلة على النبات. 3. عزل الباحثون سلالة من الباسيلا سترينجنسيس تنتج مادة سامة فعالة ضد بعض الديدان الخيطية المتطفلة على النبات. تنتج هذه البيتي بروتينات تتجمع لتكون بلورات، وبلورات البيتي عبارة عن بلورات بروتينية تتشكل أثناء التكاثر في بعض سلالات هذه البكتيريا. في الحشرات ترتبط هذه البروتينات البلورية بمستقبلات محددة أو معينة في الأمعاء، في حين لا يمتلك الإنسان والفقاريات الأخرى هذه المستقبلات في أجسامهم، لذلك ما تأثر عليهم هذه السموم. وهذه الصورة هي لبكتيريا الباسيلا سترينجنسيس. 4. تم إدخال جين بيتي المسؤول عن إنتاج السموم الفعالة ضد آفات حشرية معينة في جينوم بعض النباتات. إن إدخال جين بيتي الفعال ضد النيماتودا في جينوم النبات يجعل هذا النبات مقاوماً لتطفل هذه النيماتودا أو الديدان الخيطية، وذلك من خلال تقنية أو آلية التباعد اللي هي الأنتيبيوسيس.